اللي في الصورة دي اسمها نورة، بنت عندها 21 سنة. لما تسمع كل جزء في قصتها هتعرف ان الشيطان احيانا ممكن يكون اطيب من الانسان. نورة واحدة من اغرب واخطر القصص الاجرامية اللي ممكن تسمع عنها في حياتك. 2014 في مصر، وتحديدا في منشية ناصر، نورة عايشة مع جوزها وبنتها الصغيرة، وفي يوم 25 رمضان وتحديدا الساعة 2 بالليل جوز نورة يرجع على البيت بعد يوم عمل طويل، وهي تقابله عادي جدا وكأن مفيش اي حاجة حصلت، مع انه قبل ما يوصل جوزها البيت بخمس ساعات بالظبط نورة كانت بتقتل واحد شاب اسمه وليد عنده 29 سنة، شغال مندوب مبيعات وحاول يعتدي عليها فقتلته بالسكينة وشالت جثته في الدولاب، وقررت انها هتسيبه في الدولاب لحد ما تفكر هتعمل ايه. جوزها بعد ما تصحر داخل على اوضه النوم علشان ينام شوي، ونورة بتحاول تقنعه ان يدخل ينام في اوضه تانية على اساس انها لسه بتنظف الاوضه، لكن جوزها يرفض ويصر ان يدخل اوضه النوم وينام على السرير. وفي نفس التوقيت ده جثه وليد الشاب اللي نورة قتلته موجوده في الدولاب في نفس الاوضه اللي نايم فيها جوزها، ويمر اليوم عادي وجوزها ما يحسش ان في اي حاجه غريبه موجوده، ويمر يوم كامل. وتاني يوم بالليل نورة قرر انها هتكلم اخوها وتحكي له عن اللي حصل كله، وقالت له انها خايفة ومش عارفة تتصرف ازاي، وانها بعد ما قتلت الشاب ده اللي هو مندوب مبيعات حطت جثته جوه الدولاب ومش عارفة تتصرف ازاي. اخوها كان شايف ان احسن حل انهم يبلغوا البوليس وان نورة تقول للبوليس اللي حصل بالظبط. نورة قالت لاخوها ان الشاب ده لما خبط على البيت وعرف انها قاعدة لوحدها دخل وراها لحد اوضه النوم وحاول يعتدي عليه، وكان في سكينة بالصدفة، والسكينة دي هي اللي استخدمتها وقتلت بيها الشاب ده. وفي نفس التوقيت بنت نورة ما كانتش موجودة في البيت لانها كانت بايتة عند جدتها اللي هي والدة نورة، وده برضو بالصدفة. رجال الامن وصلوا على البيت وبدأوا ياخدوا اقوال نورة واقوال جوزها، وجوزها لحد اللحظة دي كان مقتنع بكل كلمة قالتها له نورة بان الشاب ده مندوب مبيعات، لكن الامن كان شاكك في كل كلمة نورة بتحكيها، لان اول نقطة واحد يهجم عليكي ويحاول يعتدي عليك فانت دفعتي عن شرفك وقتلتي، ايه اللي يخليكي تقعدي يوم كامل وما تبلغيش البوليس، وايه اللي يخليكي تشيلي جثه الشاب ده في الدولاب وتعيشي في البيت لمده يوم كامل عادي وجوزك كمان ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع. ونقطه كمان رجال الامن خدوا بالهم منها، ان نوره بتقول عن الشاب ده انه مندوب مبيعات وان كان جاي ومعاه شويه مستحضرات تنظيف وكان عايز يبيعها لها بسعر الجمله. الغريب ان مندوب المبيعات ده ما خبطش على ولا شقة تانية غير شقة نورة، ونورة ساكنة في الدور الثالث والعمارة كلها الناس ساكنة فيها عادي، وكمان الحدث ده حصل في شهر رمضان، وده معناه ان في ناس كتير صحية في الوقت ده وكان ممكن يخبط على اي شقة تانية يعرض عليهم المنتجات اللي معاه. رجال الامن طبعا سمعوا من نورة كل الكلام لكنهم تحفظوا عليها لانها قتلته، وفي نفس التوقيت بعتوا جثة الشاب ده اللي اسمه وليد للطب الشرعي علشان يعرف عرفوا أسباب الوفاة إيه بالظبط. ورجال المعمل الجنائي وهم بيسلموا الجثة لقوا تليفون وليد موجود في جيبه، لأن نورة كانت حاطة وليد في الدولاب وهو لابس كل هدومه. الأمن خد نورة على اسم الشرطة علشان يكملوا التحقيقات، واكتشفوا في تليفون الشاب المقتول اللي اسمه وليد انه كان مكلم نورة في نفس اليوم وهي ردت عليه، وده معناه انهم عارفين بعض وان هو مش مجرد مندوب مبيعات خبط عليها بالصدفة، ومن هنا الحقيقة بتبدأ تظهر. الأمن طلب سجل المكالمات من شركة الاتصالات الخاصة برقم تليفون وليد، واكتشفوا ان وليد ونورة بيكلموا بعض من اكتر من سنة، وده بيرجع يأكد تاني انهم عارفين بعض وانه مش مجرد مندوب مبيعات. وبدأت التحريات تشتغل على وليد، واكتشفوا ان وليد ساكن في منطقة بعيد جدا عن منشية ناصر، وانه شغال نقاش وانه مستقر في مهنته جدا وبيستلم اعمال نقاشة كتيرة، ومفيش حد من سكان المنطقة عنده اكد ان وليد كان شغال مندوب مبيعات، والجيران كمان ما سمعوش اي صوت يدل على ان كان في نوع من انواع الخناق او المقاومه بتحصل في البيت عند نوره وقت وقوع الجريمه، لحد ما ظهر واحد من شهود العيان اكد انه شاف وليد قبل كده كذا مره طالع نفس العماره بس ما كانش عارف هو طالع لمين. حتى تقرير الطب الشرعي اللي اكد ان الطعنه اللي خدها وليد في صدره متاخده من مكان مرتفع، يعني اللي ضربه كان قاعد فوق وليد مش زي ما
نورة قالت ان هو تهجم عليها وضربته وهم واقفين قدام بعض. وهنا كل الادلة بتقول ان السبب الحقيقي اللي نورة قتلت عشان وليد مش الدفاع عن الشرف، ده غير ان رجال الامن ما لقوش اي بضاعة من المنظفات او مستحضرات التنظيف اللي كان بيبيعها وليد بصفته انه شغال مندوب مبيعات زي ما نورة كانت بتقول. وبعد ما الامن ضيق التحقيقات على نورة، نورة اعترفت بكل حاجة. الموضوع يرجع قبل سنة بالظبط من تاريخ وقوع جريمة القتل. نورة كانت على خلافات مع جوزها بشكل مستمر، وجوزها كان اكبر منها في السن بشويتين، وطبيعة عمله كانت بتخليه يقضي معظم يومه بره البيت، وطبيعة شغله كمان كانت بتخليه احيانا يبات بره البيت لاكتر من يوم. وفي يوم ونورة قاعدة لوحدها في البيت زهقت وحبت تنزل تتمشى شوي، وهي قاعدة في محطة الاتوبيس لفت انتباهها شاب قاعد جنبها عمال يبص لها بصات غريبة، عمال يبص لها بنظرات اعجاب، وحاول يقرب منها ويتكلم معاها، وهي ما صدتوش وبدأت تتكلم معاه وتعرفوا على بعض. ومن هنا بدأت العلاقة تحصل بين نورة ووليد. وبعد ما اتكلموا شوية مع بعض، وليد طلب منها رقم تليفونها، وفي نفس اليوم بالليل وليد كلم نورة، لكن المكالمة كانت سريعة جدا. وبعد فترة المكالمات بدأت تكتر، وبدأت العلاقة اللي بين نورة وبين وليد تكبر، وبدأت نورة تحكي له عن مشاكلها مع جوزها، وبدأوا يعملوا أعمال منافية للأداب بس عن طريق التليفون، لحد ما وليد طلب منها ان هو يجي لها على البيت، وهي في الأول رفضت، لكن بعد المرة التانية وافقت على طول. وبدأ وليد يجيلها على البيت، ونورة بتستغل ان جوزها معظم الوقت بره البيت، وبدأ وليد يتردد بشكل مستمر على الشقة، وخلال التردد ده كان بيمارس معاها كل حاجة، لحد ما طلب منها وليد انه يصورها، وهي في الاول وعلى حسب كلامها رفضت، لكن بعد شوية وافقت، وبدأ وليد يصورها بصور مخلة جدا، لكنه وعدها انه مش هيوري الصور دي لحد، وان هو بس اللي بيتفرج عليها، والصور كلها كانت شبه عريانة، لحد ما نورة بدأت تخاف من العلاقة دي وطلبت منه انهم يقطعوا العلاقة وما يعرفوش بعض تاني. وليد بدأ يهدد نورة بالصور اللي معاه بانه هينشر الصور على الانترنت، وانه هيبعت الصور دي كمان لجوزها. وللعلم رجال الامن لقوا صور كتير لنورة على تليفون وليد، لكنها كانت مقفولة برقم سري، لكن رجال الامن قدروا يفتحوا الرقم السري وشافوا صور كتيره جدا لنورة على تليفون وليد. فنورة قررت انها تنتقم من وليد، فاتصلت بيه يوم 25 رمضان علشان يجيلها على البيت، على اساس ان جوزها مش موجود في البيت. ومجرد ما وليد وصل البيت دخلته على اوضه النوم علشان يمارسوا مع بعض الحاجات اللي متعودين يعملوها، واثناء الممارسة نورة طلعت سكينة كانت مخبياها تحت المخدة وضربت وليد في صدره بالسكينة، والطعنة جت في عضلة القلب، فوليد توفى في نفس اللحظة. وبعد ما اتأكدت انه مات، قررت انها هتشيل جثة وليد تحطها في الدولاب لحد ما تفكر هتعمل ايه. وطبعا بعد ما قتلته نسيت تخبي التليفون المحمول بتاع وليد اللي فيه الصور اللي كشفت وفضحت نورة قدام رجال الامن، وطبعا ده بجانب التحريات اللي رجال الامن عملوها علشان يكشفوا السبب الحقيقي للجثة اللي موجودة في الدولاب. وجوزها لما عرف اتصدم، لانه كان لاخر لحظة مقتنع بالكلام اللي قالته تقول نورة، وتحولت قضية نورة للمحاكمة، وأكيد خدت حكم مناسب يليق على الحرام والجريمة اللي عملتها. سلام عليكم.